بين هذه الجبال الشامخة تقع منطقة ولاد سيدي منصور ببلدية المعاضيد شمال ولاية المسيلة، حيث تجتمع ميزات فصل الشتاء مصطحبة معها الخير والعطاء وفيضها بالماء، فالمنطقة تأخذ من هذه المسالك الوعرة طرقا لها بين القمم العالية. منطقة ولاية سيدي منصور وهي منطقة يعني منطقة رائعة، منطقة جبلية، وبها وإن كان قليل من الزراعة من الأشجار المثمرة، ولكن تبقى منطقة جذب سياحي، ويمكن أن تؤدي دور كبير في السياحة الجبلية بمنطقة القلعة. موقع طبيعي خلاب يحتوي مناظر ساحرة، خاصة مع حلول فصل الربيع، تمتزج بين طبيعة تضاريس الجبال المميزة وغزارة المياه الباطنية التي تنبع من أعالي الجبال، صانعة منها شلالات تطرب زائريها بلحن خرير. نناشد السلطات المعنية والسلطات المسؤولة عن المنطقة بحد ذاتها فيما يخص المنطقة، بعض الجوانب التي من شأنها تساهم إسهام كثير في وصول الزوار إلى تلك المنطقة. ومن هذه الجوانب نجد أن الطريق التي تؤدي إلى تلك المنطقة طريق انهارت. المنطقة ورغم صعوبة التنقل إليها إلا أنها تعرف توافد للمعجبين، كما تحتاج إلى بعض التهيئة والترميم لتضاف إلى قائمة المواقع السياحية الجميلة التي تزخر بها الجزائر.